في درسنا اليوم سوف أعلمكم كيفية تحميل وتنصيب محاكي الأندرويد. يمكنك استخدامها مع البرنامج أندرويد ستوديو لكي تتمكن من تجربة تطبيقات أو ألعاب التي تقوم بإنشائها عبر منصة أندرويد ستوديو. سوف نستخدم جينيميشن محاكي. سوف أقوم بوضع لكم هذا الرابط في الوصف الفيديو. بعد دخولك إلى الرابط اضغط على Create an Account أو سوف يظهر لك بهذا الشكل الصفحة الرئيسية. اضغط Desktop Sign In. طبعا قمت سابقا بالتسجيل في الموقع. أنت قم بالضغط على Create an Account إنشاء حساب. سوف يطلب منك يوزر نيم. قم بوضع يوزر نيم بالأحرف الإنجليزية. على سبيل المثال سوف استخدم هذا اليوزر نيم. قد يكون هذا اليوزر نيم متاحا أو لا. سوف أجرب هذا اليوزر نيم لنشاهد هل هي متاحة أو لا. هنا تقوم بوضع الإيميل الخاص بك. لأن عندما تقوم بالتسجيل سوف يتم إرسال رمز التأكيد إلى إيميل خاص بك، ومن خلال الإيميل الخاص بك سوف يتم تأكيد حسابك لكي يعمل. سوف أقوم بإضافة حسابي. هنا تقوم بوضع كلمة مرور التي ترغب باستخدامها عندما ترغب بتسجيل دخول. سوف أقوم بوضع كلمة مرور التي ترغب باستخدامها عند تسجيل دخول. هنا قم باختيار الخيار الثاني أو هذا الخيار. أنت الحر في الاختيار. هنا قم باختيار Others، ثم قم بضغط هنا I accept. I accept هنا. لا تقوم باختيار هذا الخيار، إن هذا الخيار من خلاله سوف تحصل على النشرات الإخبارية من هذا الموقع، لسنا بحاجة إليه. نضغط الآن على Create Account. Username is already in use. الاسم المستخدم من قبل مستخدم من قبل شخص آخر. سوف أقوم بتجربة اسم مستخدم آخر. طبعا الاسم المستخدم يجب أن يكون خاليا من فراغات والأشكال الخاصة. الآن تم إرسال رمز التحقق إلى الإيميل الذي قمت بوضعه. أنت أكيد قمت بوضع الإيميل الخاص بك، وبالتالي قم بفتح الإيميل الخاص بك وبها رمز التحقق أو رابط من خلاله سوف يتحقق الإيميل الخاص بك. سوف أقوم بفتح الإيميل الخاص بي. كما تشاهد قام بإرسال لي رابط للتحقق من حسابي إلى الإيميل الذي قمت باستخدامها، الإيميل الخاص بي. أنت قم بوضع الإيميل الخاص بك. الآن سوف نضغط على Click Here للتحقق من الإيميل الخاص بنا. كما تشاهد الآن تم التحقق. الآن نضغط على Download Genimation for Personal Use. طبعا لديك خيار تحميل هذا البرنامج مع فيرتشوال بوكس أو من دونها. نحن لسنا بحاجة إلى هذا البرنامج. في حال لم يعمل البرنامج من دون فيرتشوال بوكس قم بتحميلها، ولكن في الوقت الحالي نضغط هنا Download for Windows. إن كنت من مستخدمين أبل يجب عليك أن تضغط هنا، لينوكس يجب عليك أن تضغط هنا. أنا مستخدم ويندوز إذا أضغط هنا. الآن يتم تحميل البرنامج. أنا أستخدم جوجل كروم، يتم تحميل تلقائيا. في حال كنت أستخدم أحد المتصفحات الأخرى قد يطلب منك في البداية إذن واختيار مكان الحبس، ثم يتم تحميل بعد موافقة مني. بعدما يتم تحميل البرنامج نقوم بتنصيبها على الكمبيوتر الخاص بنا. طبعا الآن ظهرت لدي الشاشة يطلب مني السماح بتنصيب هذا البرنامج على الكمبيوتر الخاص بي. قد لا يتم تسجيلها عبر البرنامج تصوير الشاشة. أضغط على نعم. الآن نختار اللغة إنجليزية English أو فرنسية. أنا سوف أختار إنجليزي. ثم نقوم بتحديد المكان الحفظ. سوف أتركها ستاندرد. نضغط على Next ثم Next ثم Next ثم Install. ننتظر إلى ما يتم تنصيب البرنامج على الكمبيوتر الخاص بنا. طبعا سوف أقوم بتشغيل
البرنامج أندرويد ستوديو، لأننا نحن بحاجة إلى تنصيب إضافة من خلالها يمكننا استخدام المحاكي جينيميشن. تم تنصيب المحاكي الآن، نضغط على فينيش، نضغط على كلوز إن زارت لديك هذا الشيء. طبعا دائما يجب عليك أن تنتظر إلى ما ينتهي تشغيل المشروع. أنا لست بحاجة إلى تشغيل مشروع في الوقت الحالي، لذلك سوف أضغط على الفايل ثم Settings لأنني أرغب بإضافة إضافة إلى البرنامج أندرويد ستوديو من خلالها أكون قادر على تشغيل محاكي جينيميشن. نقوم باختيار Plugins ثم نبحث على جينيميشن. ونقوم بتنصيب الإضافة على البرنامج، نضغط على Accept، نضغط على Restart IDE Restart. سوف يتم إعادة تشغيل البرنامج Android Studio. لنقوم بتشغيل البرنامج Genimation، ننتظر قليلا. إن كان الكمبيوتر خاص بك بطيئة فهذا ليس مشكلة، لأن البرنامج أندرويد ستوديو دائما يكون ثقيل. ننتظر قليلا، لأن يجب علينا في البداية أن نقوم بتسجيل دخول باليوزر نيم الذي قمنا بإنشائه وكلمة مرور. أنا سوف أقوم بوضع اليوزر نيم الذي قمت بإنشائه من خلال حساب، وسوف أقوم بوضع كلمة مرور الذي قمت بإنشائها. أنت قم بوضع اليوزر نيم خاص بك والكلمة المرور خاص بك ثم نضغط على Next، ثم نختار Personal Use ثم Next، ثم نختار موافق على شروطهم ثم Next. سوف يظهر الآن لدينا بهذا الشكل. نضغط هنا Android API. أنا سوف أستخدم النظام أندرويد 9، إن كان هناك نظام أندرويد أحدث قم باختيارها. في الوقت الحالي موجود أندرويد 9 لكي نقوم بتجربة التطبيقات التي نقوم بإنشائها على الأجهزة الحديثة. ثم نختار أحد الأجهزة، هناك كثير من الأجهزة بنظام الأندرويد 9 في الوقت الحالي. سوف أستخدم كوستوم فون لأن المواصفات الكمبيوتر الخاص بي متوسطة. إن كان لديك مواصفات حديثة قم باستخدام سامسونج جالاكسي S10 أو جهاز آخر. أنا سوف أستخدم النسخة الافتراضية التي تكون سريعة. نضغط على Install ثم يمكنك هنا تحديد المساحة التي ترغب بإعطائها لهذا المحاكي. أنا سوف أبقيها Standard ثم نضغط على Install. ننتظر قليلا إلى ما يتم إنشاء محاكي أندرويد. الآن كل ما علينا نضغط هنا ثم Start. في كل مرة ترغب باستخدام هذا المحاكي يجب عليك في البداية أن تقوم بتشغيلها ومن ثم تشغيل أندرويد ستوديو. عندما تقوم بتشغيلها، طبعا حاليا لم يتم تشغيلها، في حال لم يتم تشغيلها لن تتمكن من إيجادها هنا كما تشاهد New Devices، ولكن عندما يشتغل سوف نجد الجهاز. ننتظر قليلا، كما تشاهد الآن يتم تشغيل الجهاز إلى أندرويد. ننتظر إلى ما يتم تشغيل الجهاز. يشتغل الجهاز الآن، نضغط هنا كما تشاهد يظهر لدينا كوستوم فون، نضغط عليه ثم نضغط على هذا الخيار لتشغيل التطبيق الذي قمنا بإنشائها. طبعا نحن لم نقم بإنشائها ولكن تلقائيا تم إنشاء تطبيق افتراضي بها كلمة هالو وورد. لننتظر إلى ما يكتمل. عندما يكتمل سوف يتم فتح التطبيق إن كان لا يوجد فيه أخطاء. كما تشاهد هالو وورد إذن يعمل بدون مشاكل.
لا تنسى الاشتراك بالقناتنا وتشغيل زر الجرس إذا كنت ما زلت لست مشتركا، ولا تنسى متابعة الكورس بالترتيب الصحيح، ولا تنسى أن تقوم بالمشاركة الكورس مع أصدقائكم واقتراحه دائما للآخرين. أراكم في الدرس القادم لكي نبدأ الكورس، لكي تبدأ بتعلم إنشاء تطبيقات الأندرويد باحترافية. كان معكم مهندس شيار جيمو.